في إطار مجابهة العدوان التركي الغاشم على البلاد واستعدادات الجيش الوطني لأي اختراق من قبل العدو والحشد الميليشياوي، مركز تدريب الضفادع البشرية بنغازي قام بعدة مناورات على السواحل الليبية في تنفيذ للتعليمات الصادرة من القائد العام المشير خليفة حفتر بالاستعداد والجاهزية التامة لتنفيذ المهام المناطة بهم. بناء على قائد العام سيد المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر وتوجيهات رئيس أركان قوات البحرية اللواء فرج المهدوي، تم العمل على استعداد التعبوي الكامل لأفراد القوات البحرية الضفادع البشرية، تم العمل على استعداد الكامل التعبوي لأفراد القوات الخاصة البحرية الضفادع البشرية استعدادا لمجابهة العدوان التركي الغاشم والموالين له من العملاء. واستمرت التدريبات والتجهيزات للقوات الخاصة بإشراف ضباط ليبيين ذوي اختصاص في تنفيذ المهام الخاصة في عمليات الاقتحام والمناورات على الحدود الإقليمية. القوات الخاصة البحرية هي إحدى وحدات القوات البحرية بالقيادة العامة التي تقوم بالعمليات الخاصة التي تحتاج لنوعية متميزة من الرجال ذوي مواصفات جسمانية وعقلانية وفنية خاصة، ويتصف رجال القوات الخاصة البحرية بقدراتهم على العمل تحت أقصى الظروف الطبيعية، ويجب أن يكون الفرد صاحب كفاءة قتالية وبدنية عالية ولديه القدرة على اتخاذ القرار السليم في المواقف الطارئة والحرجة. وتهاجم الضفادع البشرية الهدف من تحت سطح البحر، ويسبق مرحلة الهجوم مرحلة الانتقال إلى منطقة الهدف، وتتم بواسطة السباحة على السطح أو بواسطة عائمات خفيفة أو من خلال الغواصات، وأحيانا من سفن الإبرار البحرية والمدمرات، ويوجد جهاز لسحب أفراد الضفادع البشرية يشبه التوربيد مزود بمقاعد ويعمل بمحرك كهربائي. وتأتي هذه التدريبات والتجهيزات للقوات الخاصة الضفادع البشرية للتصدي إلى أي اختراق من الغزو التركي أو أي كان للمياه الإقليمية الليبية وتنفيذ مهامها القتالية على أكمل وجه.